الطويل ما نجيبوش نضيع الواحد هنا ما هو غادي تقدم محمد غازو وندو زور طويل نور راي ديالكم شكرا الاستحضار كنشكر فيصل المشجع وكنشكر كل واحد كيهضر باش تاخذوا هذا الشيء اللي عطيتو لنا الاخوان تاع الرياضه اكيد الاخوان في تسالو علاش العب تاعك بغيت على الناس او بغا يدخل سير تحقق ما كتعرفوا الاخوان انه انا فرجاوي يعني غير على كيف اللي كنت مجمع الكره العربيه ما بغيتش حتى الفريق ديالنا يبقى يسوق في الزنقه ونبغي الفريق ديالنا يتعب هذا المستوى هذا هذه طنجره بعد ما كما تقول معكم مفتوح في الدعم أخواتنا نعطب من الكوف وراء الحاجة اللي مهمة هو مرض الخلافات ونحن نكتب صعبة ونحن نكتب الخلافة نحن ولا جهد دابا عنا بعض خريطة عنا واحد هدف سنوصلو له أنا ما كان واعد شيء أنه الفارق يقدر يبقى في الوطن الأول والحق انتحر عليه وانتحروا كامل وتأيدونا وتعاونوا في هذا لا قدر الله انه الفارق عمر القسم الثاني كونوا على يقين انه يعني مرة غيكون في القسم الاول وانا ندير البطولة ان شاء الله انا اليوم الاخوان كانوا يبكي اختار الجماعة انا اللي عايدي التليفون من الاحسن يعطيني النصائح انني ما يعايدي شيء ما عنده شي فكرة يقول لي فلان قال أو مزيان ماشي مزيان هادشي كلام عادي ما نعمل به يعيط لي يعطيني شي نصيحة ولا يعطيني شي رأي اللي نقدر نمشي بيه قدام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الشجاعة ديالك واللي تخلعوا عليه كثير وكثير اللي خلى على صاحبي بزاف الناس وانا ماشي نهضرش في امور اخرى سي ما صلى الله باش قلتي لي لا ما تهضرش ولا شي حاجه انا ماشي اي اذا كانت تستفهم ماشي مشكل ما كاينش مشكل انا اي واحد كان ماشي يتزمر سيما من الامور كنت ماشي تيضرش واش كاين شي برنامج واش قادر سويو الى الماليه ولا المعنويه نصوروا في هاد الفتره عندك نيه السنه تقول هاد الاخوان انا جبرتهم واش عارف الصوره اللي فيها الفريق واش وحنا معاك وحنا كنعيدو غنشوفو نجيبو الفلوس وهادشي كامل غنجيبو ان شاء الله وغنجيبو اللاعب التالي وغنجيبو المدرب وغنجيبو كاع حنا تعاونوا معنا الله يرضي عليكم وجاتكم منكم غير شويه السكات تعاونوا معنا به غنمشيو قدام ان شاء الله ولن اسمح لاي واحد كيف ما بغى يكون النوع ديالو انه يقلل من الفرقه نتمنى من الله على ان يطلع معايا ونصوت عليه في ظرف قانون ديال 15 يوم اذا ما كتثقش بيا سيعطيك يا سي محمد سيعطيك لا اذا كاين شي واحد تما ماشي هو اللي دوزنا مع حدا واحد 30 وما كتعاود انت لا غنوصف واحد الهدف اسي علي اسمعني الله غير من اجل واحد الهدف باش نحقه لانه ولدينا الله يجعلني نتحارب مع الشيطان ما نتحارب معاه باش نحقق شي حاجه مني انا الاراء ديال انا قلت لكم في الاول خلافات في الصراعات ولا جانب لنا وانا عندي كفي باش نخدمو كامل ضروري تسمع النصيحه توظف البال هي ما طيحش في الخطا اللي طاح فيه المكتب السابق، المكتب السابق راه فاس الاخر الرئيس واربع اشخاص كيحاربوا معاه. لان كلشي عنده ظهر وكيتسنى اسماء في المكتب كانت وزينه. ونهار اللي خرجنا ونبهنا على الاسماء وقلنا بان ما كتقدمش الدعم للفريق، خرج بطاقه قلت له كيقول لا الناس راه كنصرفوا في الاعلاميه، ليه كنصرفوا في الاعلاميه هو الرئيس ما شاء الله اشخاص هما اللي بقاو معاه في الاخر. ولهذا كنتمنى دقق في الاسماء اللي غادي تكون معك في المكتب الرئيس اللي عنده شي اضافه مرحبا واللي ما عنده شي سمحنا وبالنسبه اللي قلتي بانك تغامر المكتب بالمستقبل السياسي ديالك الرئيس انا كنقول لك ما غامرتيش لان احنا في الساعه الانتخابات راه غنشوفوا هذاك السيد اللي جاب مد يدو في الساعه ديال الطيق ماشي هذاك اللي كان معنا في الساعه ديال الصلب وشكرا
في إطار الجامع العام غير العادي لجمعية نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لطنجة كرة القدم. أن أرفع إلى مقامكم العالي بالله آيات جديد ولائنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم معبرين عن تشبثنا الدائم بأهداب العرش العظيم العلوي المجيد ومجندين وراء جلالتكم للدفاع عن وحدتنا الترابية وعن ثوابتنا الوطنية والمصالح العليا للمملكة المغربية العزيزة.